معايا في الاستوديو في هذه الفقرة الدكتور أشرف دوابة الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور. أهلا بك يا دكتور. أنا لم أضيعكم قبل ذلك حتى أضيعكم بعد ذلك فاطمئنوا، كانت هذه رسالة عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في افتتاح مشروع قومي جديد هو استصلاح 1.5 مليون فدان. كيف قيمت هذه الجملة وفقا للاقتصاد المصري منذ بداية هذا العام وحتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قيمتها بالعكس تماما، لأنه هو ضيع الأمة ليس في الجانب الاقتصادي فقط، واستطيع ان اتكلم عنه تفصيل ان شاء الله، ولكن ايضا في الجوانب الاخلاقيه والاجتماعيه والسياسيه. واذا كان سيد القوم كذاب فلا بد ان تجد كل ذلك يخدم هذه القضيه، وهي قضيه الكذب اللي هي اصبحت سمه من سمات هذا النظام. فانا اعتقد تماما ان هذا الكلام كلام عكسي، اما من حيث الضياع ليس اخرها موضوع سد النهضه اللي هو بيتكلم عنه في القصه دي. موضوع سد النهضة يا دكتور موضوع من أكثر القضايا. من يقرأ كتاب المكريزي وهو رجل عاش في القرن الرابع عشر الهجري حينما تحدث عن إغاثة الأمة بكشف الغمة، تناول فيه تاريخ مصر كلها من أول سيدنا آدم، كل أزمات مصر تناولها بالكامل. ما سبب هذه الأزمات؟ هي انخفاض منسوب مياه النيل. والآن كلنا وجد تماما الوثيقة واضحة، البند السيادة أثيوبيا تتمسك به. طيب، ولكن الرجل صباح اليوم قال يعني أنه متفاهم تماما أنها قضية حياة، وطمأن الشعب المصري أن المفاوضات تسير بشكل طبيعي، هو يحترم مصالح الإثيوبيين والإثيوبيين يحترمون مصالحه أيضا. بالعكس، تصريحات الإثيوبيين واضحة في هذا الجانب، الإثيوبيين متمسكين بالبند الخاص بالسيادة، ده تمام واضح هذا الموضوع. البند الخاص بالسيادة هذا بند مخالف للجوانب القانونية، ولذلك هم اهتموا بالجوانب الفنية ولم يهتموا بالجوانب القانونية، وده عشان عقدة الشرعية مضى عشان يرجع للاتحاد الافريقي، وادي لابسنا كلنا كمصريين في الحيط، لان دي قضيتنا كلنا، قضية المياه. وبعدين انت حضرتك بتتكلم على 1.5 مليون فدان، معلش يعني هو الواحد ونص دول جم مرة واحدة ولا وضعهم؟ اولا هيجيب لهم مية منين؟ ده السؤال اللي بيطرح نفسه. ده الخبير السوداني اللي جابوه اللي كان في المفاوضات قال بنفس اللفظ، مصر مش هتلاقي شربة مياه واحدة. الرد جاء على هذا السؤال على لسان اثنين من المسؤولين، حسام مغازي وزير الري ومسؤول الهيئة الهندسية اللواء كامل. الاثنين تحدثوا أن هناك مخزون جوفي يكفي هذا المشروع لمئة عام. شوف يا سيدي، يقولون ما يقولون. هو حسام مغازي كان فين أمس؟ كان في الاجتماع. ماذا حدث؟ ترك الاجتماع اللي هو يخص كل المصريين وراه عشان يحضر الافتتاح. طيب كان لديك تكذيب بالارقام والدلائل عن هذا الرقم 100 عام في مياه جوفيه، يعني انا مش قضيه المياه الجوفيه مرتبطه بايه يا دكتور اسامه؟ المياه الجوفيه مرتبطه اصلا بوجود مياه نيل في الاساس. هي مخزون جاي منين اساسا؟ هو جاي كده يعني شيطاني كده ولا جاي مرتبط اساسا بوجود ميه النيل؟ فلما يجي يقول لك 400 ولا 600 ولا 700 ما حدش هيعد وراه، لكن احنا بنتكلم كواقع. انت النهارده عندك اشكاليه ان ميه النيل اصلا مش هتجيلك، وده مش مرتبط بس كده، مرتبط بقضيه حتى الكهرباء. انت لما جيت تكلم الاول على 4 مليون فدان، هو اتكلم الاول على 4 مليون فدان ماشي كده، وبعدين عشان بس اوريك الكذب، بس دي كلها كذبه كبيره. ما هو انت لو انسان، شوف ما جربنا عليه الا كذبا، لكن لما بتقول ما جربنا عليه الا صدقا هتاخد كلامه وتسلم بيه. لكن تعالى نبدا مع بعض في النقطه دي. هو اتكلم على استصلاح 4 مليون فدان، ثم بعد ذلك ال 4 مليون فدان دولت نزلوا لايه؟ نزلوا قالوا خلاص احنا هنبدا ب 10,000 فدان، ده اللي قالوا بالظبط في الفرافره، وهيبقى نظام الريف الاوروبي، يبقى الريف المصري. بعد كده بيومين خرج محلب علينا والكلام ده موجود، قال ان احنا هنعمل 20,000 فدان، ثم بعد كده فوجئنا بواحد ونص مليون فدان. يعني انت شايف حضرتك التسلسل ده كله. راح النهارده انا بسال سؤال، هو رايح يعمل ايه؟ رايح دلوقتي المشروع انتهى هيفتتحه، ولا رايح لسه عشان يشوف المشروع هيبدا؟ طب والبيت اللي جابوه اللي كان موجود فيه الراجل اللي بيتكلموا عليه النهارده اللي بيقولوا عليه فلاح وطلع موجه سنوي زي ما بيقول اهل الفرافره؟ وانا لست غريبا في هذا الامر، انا اتصلت بناس في الفرافره. الموضوع ده موضوع اصلا موجود قبل كده، ما هو الا بس بعض امور بيعملوها، وانا بقولها لك والايام ستثبت. زي ما حصل بالنسبه لموضوع المليون وحده سكنيه، نفس القضيه هتلاقي الموضوع ما هو الا ديكوريشن من اجل الاعلام ومن اجل تخدير الناس قبل 25 يناير. وكل يوم هتسمع الفتره الجايه، وانا بقولها لك اهو، هتسمع تشغيل كذا عدد من الشباب، هتسمع كل يوم امور متعلقه بالتنميه، ولكنها حتى اؤكد على ما قلته نقلا عن مجموعه من المواقع يظهر امامي الان. الفلاح ما طلعش فلاح، سيد مزارع الفرافرة الذي قابل السيسي مدير علاقات عامة وموجه بالتربية والتعليم.
طيب يعني حضرتك لما تيجي تقول لي اثبت انا ما اثبتش. هو دلوقتي هم ما جربنا عليهم الا كذبة. طيب. هو لما يجي يقول لك انا عندي مثلا يعني مليون متر مكعب ولا ده انت كان بيجي لك 55 نص مليار متر مكعب من النيل. اما يجي خبراء عالميين مش انا اللي بقول انا راجل مش خبير في المياه انا راجل خبير في الاقتصاد. اما يجي واحد زي الخبير السوداني اللي كان مع الاستاذ احمد منصور ويتكلم بكل صراحه ان مش هيجي لمصر نقطه ميه واحده وكده يزرع لي ارض وانت ما انتش بتقول هتزرع يبقى انت لا مؤاخذه عايش في عالم غير العالم يزرع ايه ويعمل ايه اذا كان الناس مش هتلاقي تشرب. طيب هذا سينقلنا الى الاقتصاد مره اخرى. بدا عام 2015 دكتور اشرف بالحديث عن المؤتمر الاقتصادي. المؤتمر الاقتصادي ظل التسويق له من يناير وفبراير وحتى منتصف مارس وكان الحديث انه قبله الحياه هذا المؤتمر الاقتصادي وكان هناك تسويق عالمي شركة أمريكية تولت تسويق هذا المؤتمر وبالفعل عاد عبد الفتاح السيسي يتحدث عن انتصارات كبيرة جدا عن عاصمة إدارية جديدة تفوق مساحتها مساحة سنغافورة وعن ودائع أو أموال خليجية جديدة أكثر من 12 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت ثم تبخر كل هذا مرة واحدة. ده انت بصراحة رديت على السؤال اللي سألتيني فيه انت كده بتديني نفس ان انا اتكلم بقى خليني اخد معاك. شوف حضرتك موضوع المؤتمر الاقتصادي عشان برضه اوريك هم شوف حضرتك يعني دلوقتي جبلوا على الكذب ودي سياسه موجوده يعني سياسه موجوده عندهم. المؤتمر الاقتصادي نرجع للي قاله محلب عشان برضه احنا بنتكلم بالارقام. نعم. محلب لما اتكلم قال ان احنا عملنا تعاقدات ب 60 مليار دولار. جه وزير الاستثمار وقتها قال ان احنا عملنا تعاقدات ب 175.2 من 10 مليار دولار. وكانت مسابقه في الارقام. الله ينور عليه. قلنا وقتها سيبكم البهرجة برضو سيبكم الافتتاح والتصوير سيلفي مع البنات اللي طلعوا في كلية الشرطة أو في أكاديمية الشرطة سيبكم الكلام ده كله المهم في النهاية حيجينا قد إيه المهم في النهاية هتيجي أموال وتيجي استثمارات تشغل ناس ده اللي يهمني جالنا قد إيه كل اللي جه في الموضوع كلته الستة مليار دولار اللي جم من دول الخليج ودائع وده ودائع بفايدة مش ودائع ودول الخليج قالت انا مش هديك ولا دينار ولا درهم الا اذا كان في مشروعات استثماريه انا اساهم فيها. يعني سناتي لملف دول الخليج ولكن المؤتمر الاقتصادي دعنا في المؤتمر. ما هو انا بحكي لك ماذا اتى المؤتمر الاقتصادي بعد ذلك؟ اتعمل موضوع العاصمه الجديده وطلع فنكوش من ضمن الفنكيش وانتهى في النهايه خالص ان الموضوع انتهى اجله ودلوقتي بيتكلموا عن التعاقد عشان برضه اوريك الكذب. اتكلموا على التعاقد مع شركه صينيه. ثم اتكلموا تاني يوم انا متابع الاخبار مع شركه هنديه خدت بالك والمرحله الاولى قد ايه بتاعت العاصمه الجديده قالوا 45 مليار دولار يعني بلد مش لاقيه تشغل شباب بلد عندها ازمه في العمله الصعبه بلد لغت 6 شحنات سولار الاسبوع ده عشان ما فيش دولار بتفكر تعمل عاصمه ب 45 مليار دولار عند العاصمه الاداريه أولى. نعم عند العاصمه الاداريه دكتور يعني يجب ان نتوقف عند مقارنه ومفارقه غريبه حتى تحدث عنها ابراهيم عيسى لم اتحدث عنها انا او احد من يعني نفس القنوات. ابراهيم عيسى قال يبني عاصمه جديده فغرقت العاصمه القديمه. هنا نتحدث عن الموازنه العامه للدوله وما يوجه للبنيه التحتيه لقطاع الصرف الصحي لقطاع المرافق لقطاع النقل والمواصلات. شوف يا دكتور الخدمات العامة يعني تقدر تقول لا يوجد أي اتجاه ناحية الخدمات العامة في مصر. القضية كلها يعني الأجور كان واخدة جزء كبير جدا من الميزانية اللي هنتكلم عليها. نعم. لو جيت نظرت أنت عندك عجز في الموازنة اللي فاتت حوالي 280 مليار جنيه مصر. نعم. اللي كانوا عاملين لها حوالي 240 جنيه مليار جنيه مصر. فأنت عندك إشكالية دلوقتي خدمات الصحة، خدمات التعليم، حتى موازنة الزيادة في الموازنة الخاصة بالدفاع والشرطة والقضاء زادت ضعف الموازنة الخاصة بالتعليم والصحة مع بعض. معايا حضرتك؟ يعني أنت النهاردة الإشكالية الموجودة في مصر إن الخدمات نتيجة لارتفاع هذا التضخم الموجود في الديون واللي أصبحت سياسة ممنهجة الآن، موضوع ترقيع الديون سياسة أصبح دلوقتي مؤثر على موضوع الخدمات، ما فيش أي خدمات بالنسبة ده حتى الاستثمارات اللي كانت مقدرة تقريباً على ما أعتقد ب 73 مليار جنيه في الميزانية الموازنة اللي فاتت ما تنفذش نصها. في 2015 أين يعني اماكن او مسارات صرف الاموال من الموازنه العامه للدوله، يعني كيف وجهها عبد الفتاح السيسي؟ تتحدث ان الخدمات لم يتم توجيه هذه الاموال جزء إليه. بسيط للخدمات اين وجه هذه الاموال؟ شوف حضرتك هو الموازنه الاشكاليه فيها جزء كبير من عباره عن اجور ده من ضمن الحاجات، عندك الفوائد نفسها بالاقساط وصل 502 مليار جنيه لوحدهم بس الفوائد والاقساط، خدت بالك؟ الفوائد حوالي فوق ال 244 مليار جنيه
فوائد لوحدها والباقي يعتبر عن اقساط بتندفع سنويه. ودي الازمه اللي عاشها الموازنه العامه في الدوله، انها شكلها اصلا غير مريح في هذا الوضع نتيجه للسياسات اللي هم بيتبعوها. الايرادات اللي عندهم بتيجي منين؟ بتيجي من الضرايب في الاساس. خدت بال حضرتك؟ الدعم قضى على الدعم، يعني الكهرباء خلاص 5 سنين انتهت موضوع الكهرباء، الكهرباء نفسها. موضوع المترو كلنا سمعنا اللي حاصل بالنسبه لموضوع المترو، ان التذاكر هتبقى من 3 ل 10 جنيه، ولما نفوا بعد ما صرحوا وبعدين نفوا قالوا ان احنا هنترك الموضوع ده للبرلمان اللي جاي. فانت عندك اشكاليه ان في منظومه فساد مكونه دلوقتي موجوده بالنسبه للموازنه. الخدمات ما تموش الخدمات قد كده، هو اللي يهمه دلوقتي ما يدخل جيوب الطغمه الحاكمه العسكر انفسهم. ولذلك هتلاحظ العسكره هي اساس كل شيء، ده حتى البيت اللي مبني اللي قالوا عليه في الفرافره اللي بناه الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. نعم. خدت بقى حضرتك، يعني ماذا بقي بعد ذلك؟ او مشروع الخدمات العامه زي ما كان بيتكلم المسؤول النهارده. طيب السؤال ايضا عن فكره الجنيه امام الدولار، انخفاض قيمه الجنيه، وهناك توقعات بان 2016 سيشهد انخفاضا لم يحدث على مدار التاريخ علاقه الجنيه المصري مع الدولار، ما هي الاسباب؟ شوف الاسباب بسيطه جدا. لما تقول لي جنيه ودولار، احنا ارتضينا في مصر حاجه اسمها نظام سعر الصرف الحر في مصر، ان بنترك الموضوع للعرض والطلب مع تدخل الدوله عشان تقيد موضوع المضاربات والكلام زي كده، تعمل نوع من التوازن. اما يكون الدولار فيه شح تبدا الدوله تطرح كميات اكتر وهكذا. نعم. اللي حاصل انت عشان اللي بيحكمك في الموضوع ده ما دام عرض وطلب، العمله اللي بتدخل لي قد ايه واللي بتطلع من عندي قد ايه، هو ده الاساس في هذا الموضوع. انا النهارده حضرتك لو شفت البيان اللي طالع من البنك المركزي، انا عندي عجز في الميزان التجاري 10 مليار في الثلاث شهور الاولى من عام اللي احنا فيه دلوقتي. خدت بال حضرتك؟ تعالى احنا موارد النقد الاجنبي عندي ايه؟ الصادرات انخفضت لحد شهر 11 اللي فات بنسبه 17%. لماذا؟ ما هو حاضر نرجعوا للموضوع، بس نديك لان هي المشكله الاساسيه المعضله الموجوده. لماذا؟ لان هم، خدت بالك؟ بس اقول لك، الصادرات قناة السويس من يوم ما فتح التفريعة اللي هو الفنكوشية بتاعته انخفضت من شهر 8، انخفضت شهر 8 بنسبة 9.4%، شهر 9 انخفضت بنسبة 3.3%، شهر 10 انخفضت بنسبة 7.7%، شهر 11 انخفضت بنسبة 10%. ادي التفريعة، يبقى الإيرادات نزلت بتاع التفريعة. بقينا ايه تاني؟ الاستثمار الأجنبي المباشر في نزول مستمر، ما فيش غير قطاع البترول. السياحة، ما فيش سياحة بعد موضوع الايه؟ طيب. حتى هم نفسهم بتوع الغرف السياحيه قالوا مش لاقيين حد يعني. فانت دلوقتي تحويلات المصريين بالخارج كنت مع حضرتك هنا نزلت 10%. طب يبقى انت عندك كل الايرادات دي ما بتجيش بالصوره دي، يعني ما فيش بمعنى اصح زي ما بيقول السيسي. طيب دلوقتي الايرادات ما فيش، في نفس القضيه انت عملت نوع من القيود حتى على موضوع الواردات، خلي بالك، عمل وخد قرارات عسكريه في هذا الاطار. هذه عدم وجود دلوقتي موارد للعمله، وفي نفس القضيه انت وارداتك هذه اللي تأتي بها معتمدة، صادراتك معتمدة عليها، صادراتك معتمدة عليها، فده أدى إلى ارتفاع الأسعار في الداخل، وفي نفس القضية أدى إلى أن وجود العملة في الداخل دلوقتي، عدم وجود العملة في الداخل أدى إلى زيادة الطلب عليها، فزاد الطلب على الدولار فارتفعت الأسعار بالداخل نتيجة لهذا الوضع. هنا بقى بتقولي السبب إيه؟ السبب في هذا الموضوع كله واضح جدا، أن ما فيش إنتاج في الداخل. إدارة أم فساد؟ فساد وإدارة وعسكرة الاقتصاد. لان ايه اللي حصل؟ ايه؟ ما ارجع للامور. النهارده العسكر اصبحوا هم مستولين على كل مفاصل الاقتصاد. كانوا بيقولوا 40-60%، انا بقول لك دلوقتي من 40-80% وهتزيد عن كده. حتى لسه القانون اللي ادالهم السماح بعمل شركات، خدت بقى حضرتك؟ دلوقتي بقى لهم يعملوا شركات. وحتى يا استاذ يا دكتور اسامه، ده انا بنشوف القانون اللي نزلوه بتاع الضريبه العقاريه، قانون الضريبه العقاريه اصلا ده النوادي ودور السينما ما بيخضعوش حتى للضريبه العقاريه، يعني هم معفيين من كل شيء، فلا بيدفعوا ضرايب ولا بيدفعوا تامينات ولا، والعماله عندهم بالصخره والكهرباء عندهم كله بلوش، كل ده بالصوره دي، والمواد الخام هي موجوده عندهم، لو جابوا من بره ما بيدفعوش جمارك، في حين القطاع الخاص في المقابل اذا موجود بيدفع كل ذلك. فدلوقتي هذه العسكره ادت الى طرد القطاع الخاص اللي ليس له قدره على المنافسه. اقتصاد القوات المسلحه قد ازداد وازدهر في 2015 وانهار اقتصاد الدوله بصوره. شوف بقى، ده انت جبت نقطه مهمه، كنا زمان كنا بنقوله اقتصاد الدوله ممثل في القطاع الاعمال العام، خدت بالك؟ دلوقتي اصبح هذا الموضوع للاسف لا مكان له من الاعراب، دلوقتي موجود، اصبح دلوقتي المسيطر الاربع او الخمس جهات بتوع القوات المسلحه، خدت بالك؟ اللي جاي بقى، وده اللي ممكن يتوقع، ان يحصل تنافس بين الجهات نفسها داخل القوات المسلحه، مين ياخد جزء من الكحكه؟ وهنا ممكن هذا التنافس يؤدي الى مصيبه داخل البلد نفسها سعيا وراء الربحيه، لان دي المشكله اللي احنا عايشين فيها. يعني اذا اقتصاد القوات المسلحه في ازدياد
واقتصاد الدولة ينهار. شيء طبيعي، لأن حتى المؤشرات اللي عملتها عملها بنك دبي الإمارات لسه قريب، إن مصر بالنسبة للقطاع الخاص دخلت في مرحلة الركود. النهاردة أنت عندك أكتر من 3000 مصنع أغلقوا أبوابهم. ده الراجل بتاعهم اللي هو عامر بتاع اسكندرية قال هذا الكلام، قال دلوقتي أنا نقلت مصانع للشرقة لأن ما فيش مية ببرج العرب، لا في مية ولا في طاقة ولا في غيره. أنت عندك إشكالية موجودة، ده أنا بحكي لك بالنسبة للوضع ده. فأنت النهاردة واحد دلوقتي زي ما قال ابن خلدون قال كلمة جميلة جدا، قال الجاهل مفيد للإيه؟ المفيد للماء. عبارة جميلة. إيه الجاهل المفيد للمال ده؟ يعني دلوقتي أنت تاخد سلطة تخليك تكدس ثروة، وده اللي موجود عندنا في مصر. طيب دعنا استعرض معكم مع السادة المشاهدين التقرير عن أهم المشروعات التي أعلن عنها عبد الفتاح السيسي في هذا العام، وأيضا عن أهم بنود عجز الموازنة في عام 2015. نعم دكتور، يعني هذا استعراض لأبرز المشروعات التي تحدث عنها وأيضا أبرز بنود عجز الموازنة. ولكن السؤال، في مجمل 350 قانون تقريبا أصدرهم عبد الفتاح السيسي منذ توليه هذا المنصب، ما يعني نصيب الاقتصاد المصري في هذه القوانين؟ والله أنا شفت حضرتك كنت تكلمني عن الفساد، أنا لاحظته دلوقتي في موضوع عسكرة الاقتصاد، لابد من تقنين الفساد، لازم يقنن الفساد. وأنا بس لو حضرتك اديتني فرصة أديك في عجالة بعض الأمور، يعني حتى خليني ابدا لان مرتبط بجزء اللي بدا بيه المجلس العسكري واللي بعديه اللي هو عمليه التخلي عن المناقصات اللي كانت ايام عدلي منصور واسناد المشروعات بدون مناقصه في الامور العاجله. ده فتح باب الفساد، ولا يجوز طعن طرف ثالث على اي ايه، على اي موضوع زي كده. بعد كده حريه تملك الاراضي الغير المصريين اللي عملها عبد الفتاح السيسي، وفي موضوع لما عدل القوانين قبل المؤتمر الاقتصادي بيوم، عدل القوانين وادى حوافز للمستثمرين، والاخطر من كده كمان ادهم حق التملك، حتى ممكن التملك مجاني، وان هو ممكن يصفي مشروعه ويمشي ومحدش يساله، يعني ليس دفاعا عن حقوق العمال، وان مش من وحتى ما اتاحش ليه ان هو يستثمر جزء من امواله في الداخل، وادي من ضمن الحاجات اللي هو القانون. برضو موضوع الضريبه الراسماليه بتاع البورصه، كان فرضوا ضريبه على الايرادات التوزيعات وعلى الضريبه الراسماليه، بعد ما اصدر القانون ضغط عليه رجال الاعمال رجع عن فرض الضريبه الراسماليه لصالح الكبار. تعال شوف الحد الاقصى للاجور لما عملوا 42000 جنيه، مش عامل حد اقصى؟ الموضوع ده فرغ من مضمونه. ايه اللي حاصل؟ استثنوا القضاء والشرطه والجيش وبتوع البنوك، ما فاضلش حاجه. قانون ايه بقى اللي انت باع عليه؟ عندك برضو موضوع الكهرباء، دي كلها اديك
موضوع مرافق الكهرباء نفسها دلوقتي أصبح دور الدولة هي عملية الإدارة والتنظيم، فأصبح الإنتاج والتوزيع والنقل هيكون بإيد شركات خاصة وفقا للقانون اللي عمله عبد الفتاح السيسي. يعني خصخصة الكهرباء اللي هيشيل همها هو المواطن المصري. كمان الأخطر بقى تأسيس الجيش والشرطة شركات حراسة، بقى بيزنس دلوقتي ده. يعني أنا عندي كتير من الموضوع ده دكتور. نعم. برضو تأسيس هيئة قناة السويس شركات مساهمة، الهيئة نفسها تعمل شركات مساهمة، الشركات دي تتداول أسهمها في البورصة. طب معنى الكلام ده إيه؟ معنى الأجانب من حقها تشتري الحاجات دي، خدت بقى حضرتك؟ يبقى انت دلوقتي هيئه قناه السويس المنطقه رهنتها الاجانب اللي كنت بتعايب على الدكتور مرسي وغيره انه هيبيعوا البلد. عندك موضوع تاني زي موضوع تاسيس القوات المسلحه شركات بمفردها او مع مستثمرين اجانب، نفس القضيه ده اللي هو القانون اللي صدر الاخير اللي كان عامله. الاخطر كمان عشان اوريك ازاي العسكر بيقننوا الفساد، ما ينفعش وفقا للي عمله طنطاوي انك تحيل اي عسكري بعد ما حتى بعد ما ينتهي عن الخدمه نفسها ويقضي الخدمه، إذا كان بكسب غير مشروع إن تحيله القضاء مدني يروح لقضاء عسكري عشان يتسطر عليه. وبعدين الأخطر بقى إن نزلوا قانون أيام السيسي إن دلوقتي في مرحلة التحقيق أي واحد حرامي لص من اللصوص مختلس الأموال كلها وعنده كسب غير مشروع بالكل ده، أنت كل في مرحلة التحقيق كل اللي تقدر تعمله معاه لو جيت صالح معاك تقول له رد المبلغ اللي أنت خدته ونشكرك على كده وانقضاء الدعوة. ده بيقنن السرقة رسمي هذا الموضوع القانون. عندك نفس القضية الإعفاء الضريبي. العجيب إن صدق صبحي منزل قرار، القرار بإعفاء 574 منشأة من الضريبة العقارية، 574 منهم نوادي ودور سينما ودور مصارح وكلام زي كده. زيادة المرتبات قل ولا تقل بقى زي ما انت عاوز، زود للعساكر وال 2015 ده كل ده اللي جابوه لك كم مره زاد؟ ثلاث مرات وفي مره اخيره كانوا بيتكلموا عنها. تعال بقى لما جم في الموازنه كان في جزء الواجب الصناديق الخاصه في 25% من حصيلتها اللي قبل كده هيدخل الايه الموازنه، كل الصناديق الخاصه عشان يدعم الموازنه، عشان زي انت ما بتقول انت لسه بتسالني طب الناس محتاجه خدمات عامه، ده هيساعد الموضوع ده يبقى شيء كويس. فوجئنا ان السيسي لما اصدر قانون ربط الموازنه قال الا ما استثنى، جه صاحبنا بعدها على طول بشويه رئيس الوزراء وقتها استثنى سبع جهات من الجيش والشرطه وكلها جهات مدنيه، يعني قصدي بتقوم بشغل مدني. يعني ده بيأكد لحضرتك دلوقتي للاسف الشديد ان ازاي هم بيقننوا الفساد بصوره قانونيه، اللي بيقول لك دلوقتي انا ما ضيعكمش، ده انت ضيعت الصغير والكبير في الشعب، ده احنا بقينا اسوأ من غيرنا. طيب. اللي بيتكلموا على سوريا والعراق. نعم، فيما تبقى من وقت في هذه الفقره دكتور، يعني دعني استعرض معك ايضا مع الساده المشاهدين تقرير عن ابرز المساعدات الخليجيه في هذا العام. نعم دكتور، يعني ما الذي أثر وجعل هذه المساعدات تتراجع بشكل كبير ما بين 2014 و2015؟ لأن حضرتك السبب تجيل الحقيقة. يعني أنت لما عملت التسريبات بتاعت الوضع نفسه دول الخليج كان واضح الكلام فيها الموضوع، فهم دلوقتي لما ادوا له الفلوس دي يعني فوق ال 40 مليار زي حضرتك ما عملت التسريب وكان واضح الكلام فيه، فوق ال 40 مليار اللي دخل الموازنة بتاع الدولة 10.7 مليار اللي وقتها، الباقي ده كله اتبخر مش عارف يطرح فيه. فهي الدول دي حقها قالت دلوقتي احنا مش هنديك حاجه نقدي، عشان نديك يبقى نديك مرتبط بمشروعات، ولذلك انت لو لاحظت حضرتك كله هتلاقي كله مرتبط بمشروعات، وده اللي عملوه مع السادات برضه سنه 76 بعد حرب اكتوبر برضه نفس القصه. يعني تحول الامر من 2014 ل 2015 ان المساعدات العينيه او المساعدات النقديه المباشره تحولت الى مشروعات. الله عليك. والنقديه دلوقتي لما بيدي نقدي يديه ودايع معروف وضعها، ودايع في البنك المركزي عندنا بفايده
مش ما فيش حاجه مجاني. هو اداله بس مشتقات بتروليه. اثر بالسلب على الاقتصاد طبعا، اثر بالسلب على هذه الحاله. يعني شوف هو دلوقتي اللي نفعه الفتره اللي فاتت كان حوالي من 700 ل 750 مليون دولار كل شهر بيتحطوا له بتاع ده مشتقات بتروليه. انتهى الشهر اللي فات، ودي اللي حصل مع السعوديه لما هي يعني وعدته انها تحاول تموله بالغاز خلال الفتره اللي جايه، بس موضوع الاستثمارات قالت حرفعهم ل 8 مليار دولار، هم حاليا حوالي 6 مليار دولار. فهو برضو موضوع الاستثمارات ما تبنيش عليه قوي، لان ده مرتبط بوجود مشروعات، واصلا المشروعات عشان بس المشروعات كلها للاسف الشديد مشروعات بقول لك فنكوشيه. يعني انا بس قبل ما انسى النقطه دي، انا اتذكر تماما ايام المؤتمر الاقتصادي اتعرض موضوع ال 4 مليون فدان على البنك الدولي، والبنك الدولي رفض لعدم وجود دراسه جدوى وعدم صلاحيه المياه للزراعه. وانا ارجو للناس ترجع للكلام ده اللي كان مكتوب في الصحف الانقلابيه نفسها. فهم بيعتمدوا دلوقتي على النسيان وذاكره النسيان. فحضرتك موضوع اموال الخليج جت دخلت فين؟ هم لو في افصاح وشفافيه، لكن هم عندهم التعتيم والافصاح المضلل. يعني تعتيم او افصاح مضلل. كانوا قالوا للناس الفلوس دي راحت فين؟ هل ظهر مردودها على الناس على الشعب المصري؟ هل احنا شفنا شباب لقى شغل؟ هل شفنا دلوقتي في مصانع اقيمت؟ كل اللي عمله بقول لحضرتك مشروع التفريعه، وللاسف الشديد جه بنتائج سلبيه بالصوره دي. فالاشكاليه هي الاشكاليه اللي عنده هو اشكاليه يسال نفسه اين ذهبت هذه الاموال؟ ذهبت الى جيوب العسكر وامتلأت بها الكروش. وده طيب. نقدر نفسره في اكثر من كده. السؤال الاخير وارجو منك اجابه باختصار شديد، هل ورد عليكم في مجال الاقتصاد هذه الطريقه الجديده في هذا العام التي ابتكرها عبد الفتاح السيسي عند القيام او الاعلان عن كل مشروع هيخلص في قد ايه؟ الدراسه بتقول 5 لا خليهم 3، هيخلص في 3 خليهم 1. مستحيل اي حد في الدنيا بيعمل دراسه جدوى لو في دراسه جدوى محدده فيها مراحلها الزمنيه. لكن حضرتك ما انا بقول لك كله بالامر المباشر، فنفذ وانتهت القضيه. ده اللي موجود عنده يا دكتور اسامه، وللاسف هم وصلونا بهذه الصوره. بقول لك الموضوع كله موضوع اعلامي وديكوريشن فقط لا غير. والناس في النهايه هتقوم على سراب، بقولها لحضرتك على سراب. النهايه لا يهمني النتيجه، ولقد كان لكم عبره وأسوة حسنة أو أسوة سيئة سوري يعني في موضوع مشروع قناة السويس. نعم. وموضوع المليون وحدة سكنية وهكذا وهلم جرة. يعني الوقت اللي أسعفنا نتكلم عليه. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف دواب الخبير الاقتصادي، كنت معنا في الاستوديو. نافذ على مصر حلقتنا خلصتها، كانت هذه الحلقة عن الحصاد الحقوقي في 2015، وهذه الفقرة أيضا عن الحصاد الاقتصادي في عام 2015. شوفكم بكرة 9 بتوقيت القاهرة. تصبحوا على خير.